عولية مرموروس أو بيت مرموروس أو بيت أم مرموروس اللي هي مريم، أمه كان اسمها مريم، موجودة في قائمة تشغيل دراما الصلب. تقدروا تعرفوا تفاصيل التفاصيل عنها، بس يعني بالمختصر المفيد إن هو اتعمل فيها قداسات، اتعملت كنيسة، يعتبر من أقدم الكنايس اللي اتعملت على مستوى العالم، اتعمل فيها الفصح اليهودي والعشاء الرباني الأخير، العشاء الرباني سر الإفخارستية والفصح الأخير للسيد المسيح على الأرض. و غسل أرجل التلاميذ، ده غير إن هما اجتمعوا بعد كده، بعد صلب المسيح كانوا بيتجمعوا في العلية دي، والله ظهر لهم أعتقد كمان في العلية. شفاعة مرموروس تكون معانا، وإحنا أولاد مرموروس. 40 و80 يوم تظهر الأم وليس لها علاقة بالطفل. لأ خليني أقولك إن هي الموضوع 40 و80 يخص الطفل والطفلة لسبب. ليه بيقولوا 40 للولد و80 للبنت؟ لأن حواء وقعت في التعدي أولا. مين اللي ابتدى يأكل في الشجر من الشجرة في الأول؟ مين اللي ابتدى ياكل من الشجره في الاول؟ هو لا مش هو، هي حواء. فهي وقعت في التعدي اولا، عشان كده بيتم تاخير ميعاد المعموديه بالنسبه لها. بس عمليا الجانب ده ما يعني سلاح ذو حدين، لو هي اتاخرت تبقى كارثه، تبقى فعلا كارثه. يعني 80 دقيقة خاصة لأم مش للطفلة في الكاميريا؟ لا أنا شايف إن هي فعلا للطفل والطفلة، وإن الولادة ما تنجس. إحنا مش يعني الله وضح الموضوع ده. كاروزنا الشهيد أمين، كاروز الشهيد لمصرينا محمد الدنيا رسم البطريرك. وبعد كده طبعا إن هي نسبة البطرك اللي بعديه. انتوا بالقداس بتشربوا دم حقيقي؟ بس حقيقي كيف هيك؟ كيف بيصير الخمر دم؟ سؤالك حلو يا أنا. بص يا عم، اللي سامع فيديوهاتي هيحس ان الموضوع ده قديم، بس اللي قاعدين بنراجع. والسؤال الحلو، لما تكون حد عنده نقص حديد، عنده انيميا، هياخد حديد. الحديد ده الدكتور هيقول لك خدي سخين، خدي مسمارين وكليهم. هيديك بيقولك خدي برشام، والبرشام ده جواه حديد، هتاخدي البرشامة. الله سمح لنا ان احنا نتناول من جسده ودمه، بس مش زي اكل لحوم البشر. يعني الله بيحول الخبز والخمر لجسد ودمه عن طريق صلوات. عشان كده حتى لما ناكل الجسد والدم لازم نكون محترسين، يعني صايمين فترة 9 ساعات. 9 ساعات دي بتقال ان هي رمز العلامات، وبتقال برضو ان هي ممكن تأمل ان هي رمز ال9 شهور اللي امنا العذراء انتظرت فيهم الحبل بولادة المسيح، لولادة المسيح. وبعدها يعني في الفترة دي لو 2 متجوزين كمان ما بقاش فيه فترة اكل، لا اكل ولا ممارسة علاقة حميمية. وبعدها على الاقل 6 ساعات فيما فوق برضو ما بقاش فيه علاقة حميمية، بحيث الوقت ده وقت احتراس لاحترام جسد ودم ربنا وتقديسه لي. مش معناه ان العلاقة الحميمية نجسة، لا، بس عشان ما يحصلش اي افرازات تخرج من الجسم متحدة بالدم كجانب من الاحتراس. قربان تحول لجسد رب، وعصير انا بتحول الى دم المسيح عن طريق صلاة القداس الالهي. بالظبط مظبوط، سيمبل مان. شفاعته وبركته تسندنا، امين. طعمه زي الدم، طعمه كيف طعمه؟ زي مادة الخمر الغير مسكر، هي ما بيتغيرش طعمه، ما بيبانش ان هو متغير، والقربان هو القربان، ولكن زي فعالية مختلفة، يعني مش مجرد خبز وخمر عاديين. هنقول مع بعضينا مديح مريموروس.